اي جايز كيفكم؟ موضوع اليوم مهم جدا. نعم جدا جدا. هلا مين ما تكون هذا الموضوع راح يهمك ولازم تكون مثقفة. فصبا نزلت اغنية، صنعت اغنية من التعليقات السلبية. فهي عبارة عن اغنية كلماتها كلها من التعليقات السلبية اللي اجتها. الواحد بشوف فيديو زي هيك بتوقع يجي تعليقات ايجابية، يعني حولت اشي سلبي الى اشي ايجابي، تعليقات صارت تكون ايجابية. بس لا لا يا لطيف شو مقززة غليظة. اللي تبي شوغر دادي يحول لك فلوس تكل ايش؟ ايه ليش تعليقك هون؟ ايش مشكلتك؟ شو اللي واجهته بطفولتك اللي خلاك تكتب تعليق زي هيك؟ اللي تبي شوغر دادي طش قرف. انا شفت هاي التعليقات السلبية طلعت هيك، ما في حدا بحكي عن مرت اخوي هيك. اوكي انا بفجركم اوكي، مرت اخوي هاي ليه طلعت على الموضوع؟ الموضوع غريب صراحة. يعني البنت عاملة اغنية عن تعليقات التنمر اللي اجتها. في واحد شاف هاي الاغنية حكى خليني اتنمر زيادة على هاي البنت، خليني اتنمر عليها اكثر. موضوعنا اليوم مش عن صبا، موضوعنا اليوم عن التنمر الالكتروني. في مشاهير ومغنيين اجانب انتحروا، اذوا حالهم بسبب هذا النوع من التعليقات، كان عامل من العوامل اللي اثرت على نفسيتهم اللي ادت الى انهم ينهوا حياتهم. فمريت على هذا البوست لصفحه نزلت صور نور ستارز، كتبت النسخه العربيه لاريانا جراندي اللطيفه نور ستارز. التعليقات: من تجيب اريانا من باب الشرجي. ول ايش ليش خريانا جراندي بديش اضحك على التنمر، بديش اضحك على التنمر. اقسم بالله الناس صايره تبدع، الناس صايره تبدع بالتنمر. هذا الاشي اللي قاعدين نتطلع عليه، مع انه احنا بنطلع عليه كاشي تافه، لكن هذا تنمر الكتروني. كمان شوي بندخل موضوع التنمر الالكتروني بتعمق، خلينا نشوف امثله عليه، خلينا نشوف تعليقات. اوكي فنشوف اغنيه صبا. حرفيا مره خرا الاغنيه، خرا خفه مجاملات شوي، خلي الناس الخرا تعرف انها خرا. بتعرف شو الحل الصح اللي تعمله مع هدول الناس؟ انا لما كنت احكي هاي الكلمه امي كانت تضربني بشبشب. نضربهم بشبشب كلهم. نفكر بهدول الناس مثلا، ليش كتبوا هيك تعليق؟ هل بتتوقع انه لو شافوا صبا بالحقيقه حيحكوا لها هاي الكلمه؟ لا صح، ما حيحكوا لصبا خرا بالحقيقه صح. ليش بيحكوها بالتعليقات؟ وهذا سبب كبير ليش التنمر الالكتروني شيء منتشر كثير، عشان الناس بتحس بالامان ورا الشاشه. الناس بتحس انه عادي تكتب شيء زي هيك من ورا الشاشه، ما بتفكر باثر هاي الكلمه على الشخص اللي قدامها. انا متاكد انه كثير منكم تعرضوا لهذا الشيء، انه يجي مسج مؤذي بدون سبب، يجي تعليق سلبي بدون سبب، يلاقي انه ناس بعرفهم صورين وهو مش عارف، قاعدين بتمسخروا عليه او عاملين صفحه عشان يتمسخروا عليه عشان يؤذوه. واكون صريح معكم، انا بفتره من الفترات كنت متنمر الكتروني. متذكر في بنت كانت معنا بالمدرسة، كنا عاملين اكاونت تنمر عليها باللغة العربية الفصحى، كان اسمه رجل الثلاجة. مش عارف ليش بس الموضوع كثير كبر ووصل للشرطة وقصة كثير كبيرة، بعدين بحكي لكم اياها. بعدين بثلاث سنين تعرفت على البنت وحكيت معها، ويعني حكت لي عن الأذى النفسي اللي واجهته بسببي. مثلا انا ما كنت عارف انه هذا الشيء اللي قاعد بعمله غلط. العبرة اللي عم بحاول اوصلها، كثير منا بيعمل هاي الشغلة وهو مش عارف، كثير منا بيأذي اشخاص كثير على النت وهو مش عارف. هاي اغنية بروضة ابن اختي غني. اغنية بروضة ابن اختي غنيه. مان انت مش عارف تكتب عربي، اقل مهارة مطلوبة منك كشخص عربي مش عارف تعملها انك تكتب عربي. على القليلة اعرف اكتب عربي لما تيجي تكتب تعليق زي هيك. بدك تتنمر اعرف احكي عربي. يعني مالك متوقع الاغنية تنجح هيك ليه؟ لانه فاشلة طبعا. انت لما كنت تكتب التعليق هاد ما حسيت انه متناقض شوي؟ في شوية تناقض. مالك متوقعة الاغنية تنجح هيك ليه؟ ليش اغنيتك نجحت؟ عشانك فاشلة. ها؟ لو ما بتعرف الناس الناجحين بنجحوا عشانهم فاشلين. نعم انا مش ضد الانتقاد، انا اللي بعمله دايما على قناتي هو انتقاد محتوى صح؟ لكن خلي اسلوبك كويس لما تنتقد. الله يجيرنا. تعرف كيف الواحد بدعي الله يجيرنا من عذاب القبر؟ اوكي؟ لا هو كتب الله يجيرنا لما شاف صورة صبا. ليش؟ أنا كل ما أجي أصور بدأ يطلع يعني أبوك ماتت؟ ما بنقدر نحكي غير الله يشفيها. البنت عملت أغنية من تعليقات التنمر، لازمها شفاء، لازمها تنشفي هلا، لازم ناخذها على المستشفى الآن. البنت بدها علاج ضروري، هاد مرض مريضة. فاشلة. السوشيال ميديا صايرة عبارة عن بؤرة سلبية، عشان في ناس صار عندهم عادة انه كل ما يشوف شخص مشهور لازم يسب عليه، لازم يأذيه. طيب سيبنا من صبا، اوكي سيبنا من صبا، خلينا نفوت بتعليقاتي انا. وعرض امي انك منك زلمة، روح نام يا زلمة. ليش طيب ليش؟ عشان ما كل هذا عشان ما عندي لحية. انا عارف انه عشان ما عندي لحية. ترى الموضوع مش بايدي على فكرة، اوكي مش انه بايدي عن جد. اوكي هون النكتة كانت توقعت تكون بتضحك يعني، بس يعني هاي البنت حضرت الفيديو تبعي عن نور مار وقررت انه انا مش زلمة بس هيك.
حبيبي روح ابني بيت مربع في ماينكرافت بس لا تبكي علينا. معه حق صراحة، معه حق يعني صراحة. لو بنيت بيت مربع بماينكرافت مش كان أحسن لي من إني أعمل فيديوهات يوتيوب؟ هو عم بسأل الأسئلة الحقيقية، الأسئلة اللي كل حد لازم يسألها. مش أحسن لي أبني بيت مربع بماينكرافت؟ صراحة زمان مش داخل على تعليقاتي، وجد كان صعب ألاقي تعليقات سلبية. فجد شكرا كثير على الإيجابية اللي قاعدين بتضخوها بالتعليقات. ندخل على نور ستارز، نشوف نور ستارز. طبعا لنا تعليق الأسطوري هذا خريانة جراندي صراحة بعد واو واو، يعني اسمع جد في كمية ابداع بالتعليقات. انه مش في تفكير صار، اوكي في شخص قاعد حكى انا بدي افكر، بدي اجمع بين كلمة خرا ونور ستارز، كيف بدي اجمع؟ خريانة جراند، ماني شايفة غير بقرة. الفرق فقط بالوزن 60 كيلو جرام اضافي. هلا شوفوا هذا الشخص طلع على صورة نور ستارز هيك، اوكي بحلل، اوكي بحلل الزلمة هاد بتطلع هيك نور ستارز اريانا جراند 60 كيلو جرام فرق. انت مالك ومالها؟ ليش تكتب هيك تعليق؟ لو اريانا بهالسمن جان اعتزلت. هلا شوف انا عم بضرب مثل بشخصيات السوشيال ميديا عشان هذا الاشي اللي قدامنا، هذا الاشي اللي بنشوفه قدامنا. زي شغلات كثير بتصير على مستوى شخصي اخوان، بقصص كثير تعليقات زي هيك هي اللي بتسبب انه شخص يؤذي حاله بالاخير، او ينتحر، او يعمل بحاله شغلات مؤذية. يعني بحس كثير ناس تطلع على شخص مشهور على السوشيال ميديا بتحكي عادي بكتب اللي بدي اياه، شو بدي اثر فيه؟ بس هدول الاشخاص بتاثروا. هلا خلينا نربط كل الشغلات شفناها هاي بالتنمر الالكتروني. هلا التنمر الالكتروني كتعريف ايش هو؟ هو التنمر اللي يقع خلال الاجهزة اللي بنستعملها، ممكن يكون خلال مسجات او تطبيقات او منصات سوشيال ميديا، بالالعاب. في كميه تنمر بتصير بالالعاب الالكترونيه جد كثير كبيره. المهم التنمر الالكتروني يتضمن نشر شغلات سلبيه مؤذيه كاذبه عن حدا ثاني، تتضمن كمان انك تنشر معلومات شخصيه او خاصه عشان تهين هذا الشخص او تسبب انه ينحرج. هذا الاشي لا يخص مشاهير السوشيال ميديا، هذا الاشي بخص كل حدا موجود على السوشيال ميديا. يعني اشخاص عاديين بيستعملوا السوشيال ميديا بس بيجيهم تنمر الكتروني. في ناس على السوشيال ميديا بس هدفها تضخ هذا النوع من السلبيه. والتنمر الالكتروني اشي جد كثير خطير. يعني احنا بنطلع على الموضوع انه تعليق سلبي تافه هذا، لكن جد هذا الاشي خطير كثير. فاورجيكم شويه احصائيات عن التنمر الالكتروني. بقول لك في دراسه ل 6000 شخص بين عمر ال 10 وال 18 وجدوا انه 50% من هدول الاطفال واجهوا التنمر الالكتروني في حياتهم. بحكي لك انه صار زياده بنسبه 70% كميه التنمر الالكتروني اللي صارت من لما صار حظر الكورونا. يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه هلا هو اعلى نسبه تنمر الكتروني صارت بالحياه. في كمان احصائيه بتحكي لك انه الشباب والاطفال اللي بعمر اقل من 25 احتماليه انهم ياذوا حالهم او يعملوا تصرفات انتحاريه بتزيد بالضعف لما يتعرضوا للتنمر الالكتروني. هلا ليش التنمر الالكتروني شيء خطر؟ اول شيء انه التنمر الالكتروني ممكن يصير باي وقت باليوم. يعني انا مثلا شخصيا كنت اتعرض للتنمر بالمدرسه. هلا بكون بالمدرسه بتنمروا علي، انا ماكل هوا، برجع على البيت خلص الدنيا رواق، اوكي ما في حد قاعد بتنمر علي. بس التنمر الالكتروني بيصير وين ما تكون، ما دام هذا الجهاز معك وما دامك موجود على منصات التواصل الاجتماعي ممكن تتعرض للتنمر. بقول لك كمان انه التنمر الالكتروني شيء دائم، تعليق الناس السلبي عليك على منصات التواصل الاجتماعي خلص موجود دائما، وفي احتمال كبير ياثر عليك من ناحيه جامعات، توظيف، الخ الخ الخ، او بحاله المشاهير مثلا اليوتيوبر. هذا الشيء بياثر على شغلهم، بياثر على اعلاناتهم. يعني مثلا في احتمال كبير شركه بدها تشتغل مع نور ستارز تشوف تعليقات الناس على هذا البوست، تفكر مثلا ان نور ستارز مش شخص محبوب بسبب هاي التعليقات. طب ليش تقطع برزقة هذا الشخص عشان انت شخصيا عندك مشكلة معه؟ واكبر مشكلة بالتنمر الالكتروني انه اشي ما بنشاف. يعني صاحبك اللي بتمشي معه هلا في احتمال كبير يكون بتعرض للتنمر الالكتروني، او صاحبتك. البنات خاصة بتعرض للتنمر الالكتروني اكثر من الشباب. يعني في مرة جتني فكرة انه اصور فيديو مع بنت وافتح مسجاتها على الانستغرام، ما بعرف توقعت الفكرة تكون بتضحك. شفت المسجات اللي بتوصلها لغيت الفيديو، قد ما التعليقات اللي بتجيها مؤذية من اشخاص ما بتعرفهم. الاهل صعب يعرفوا مثلا انه ابنهم بتعرض للتنمر الالكتروني عشان ما صعب تشوفه. يعني من اكبر مشاكل التنمر الالكتروني هذا الاشي كثير بنشوفه، مثلا انه بنت قاعده تتهدد بشيء او ينحكى معها بطريقه غلط، بتحس مثلا انه لو تشتكي عن الموضوع بتكون حساسه. بس العالم اللي احنا عايشين فيه حرفيا بتمحور حوالين السوشيال ميديا صاير، وما فيها اشي لو في شخص قاعد بيأذيك حاليا تروح تشتكي عنه او تحكي للناس اللي حواليك انه في 1 2 3 بصير معي. طب شو تعمل لما تتعرض لهذا الاشي، لما تتعرض لهذا النوع من التعليقات السلبيه او هذا النوع من الاذى؟ لو اشتد الموضوع معك احكي مع الناس اللي حواليك، احكي لهم انه انت عم تمر بهذا الاشي، ولو اخر اشي حسيت انه ما في حل مع الموضوع روح اشتكي عليه قانونيا. انا هدفي من هذا الفيديو بس كل حدا يفكر مرتين قبل ما يكتب شغله، سواء لمشهور سواء لحد بيعرفه، تفكر مرتين قبل ما تكتب الشغله عشان صح انت عم تكتبه من ورا شاشه بس هذا الشيء بياثر. حسيت هاي الشغلات لازم ينحكى فيها. بتمنى يكون الفيديو هذا فاتكم باي طريقه. هذا كان الفيديو لليوم، لاف يو.